إذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، تتواصل التحديات والانطلاقات هنا في هذا الصباح وثاني أيام هذا الختام. ننطلق ما إياكم مع انطلاقة شوطنا التاسع للبكار وتحديات هذه الشعارات المتواجدة بين أقطاب وأركان هذا الميدان. ننطلق وإياكم إلى الصدارة وإلى العنوان الأول لنرى من تسيطر السيطرة التامة على زمام الأمور، لنرى مراسيل وعامر بن محمد بن خلفان الهاملي من ينطلق في هذه اللحظات عبر انطلاقة مراسيل، بينما ثاني التحديات والانطلاق في هذه اللحظات وصل شعار محمد بن فهيد أو راشد بن فهيد بن بتر المري من ينطلق في هذه اللحظات، بينما ثالث الأسماء وصل في هذه اللحظات شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي من يقدم لنا مشوشة في هذه اللحظات، ولكن التسلل والاختراق من الجانب الآخر هنا من شعار الزقيبة وصلت هنالك تراحيب أو حرايب تنطلق مع عبد الله بن راشد بن حمد المري من يتسلل على الصدارة ويستلم زمام الأمور ويقدم لنا حرايب في هذا الشوط. ثاني التحديات هنا مراسيل وعامر بن محمد بن خلفان الهاملي، ثالث الأسماء هنالك شواشة والشيخ عاطف بن عطية القرشية القادم في هذه اللحظات. وصلت الفائزة من تتسلل وتخترق الصفوف هنا في هذه اللحظات، تنطلق بهذا الشعار المميز وشعار الشيخ مشعل بن خالد بن حثين العجمية، وكذلك القادم وصل شعار محمد بن سالم المرية يقدم لنا الشاهينية مع شعار، ولكن العودة إلى الصدارة. الله الله، انطلق الهاملي ليقدم مراسيل، ولكن بن حفلين قادم في هذه اللحظات مقدما لنا ظلمة هنا مع سعود بن خالد بن حفلين بن طويرش قادم. الله يا العجمية من يخترق الصفوف، خالد بن ربيع العجمي مقدما لنا ذباحة، ولكن الهاملي لا زال متربعا على عرش الصدارة هنا مع انطلاقة مراسيل من ترسل ذبذبة الناموس إلى أبناء دولة الإمارات مع الهاملي. سلام يا الهاملي، سلام هنا مع عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، والسلام للضيوف ولأبناء دولة الإمارات. سلام يا الهاملي، سلام، تهانينا لعامر بن خلفان الهاملي. ثاني التحديات فكانت ذباحة وخالد بن ربيع العجمي، ثالث التحديات والشعار سعود بن خالد بن حذرين مع ظلمة، رابع مراكز عبد الله بن طويرش الوهيبي، خامس مراكز خامس المراكز نترك لجنة الخط والتحكيم. تهانينا والف مبروك لمالك مراسيل عامر بن محمد بن خلفان الهاملي، ونعتذر عن هذا التوقيت، تهانينا له على هذا الانتصار وعلى هذا الفوز.